انا مرا عندي فايت 80 عام، وتوفي زوجي، كنا نسكن مع ابننا، فهل يجوز لي ان اخرج من البيت قبل العدة؟ وهل يمكنني ان انام مع ابني، الابن ديالي الثاني؟ هذه يعني تسكن مع واحد ولدها وعندها 80 عام ومات الراجل ديالها، العدة ديالها 4 شهور و10 ايام ياك سيدي، وتجلس في ذاك الدار اللي كان فيها الراجل، لكن تقول لك واش يمكن لي نتنقل عند الدار ديال ولدي الثاني؟ ما كان حتى مشكل. إذا كانت الدار الثانية ديال ولدك يعني فيها الأمان أكثر، ويخدمك أكثر، ويخرج يخدم لك صوالحك أكثر، وما يضطركش باش تخرجي، ما كان حتى مشكل تمشي عند الدار تاع ولدك الأخرى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة بنت مع فاطمة بنت أسد، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدلي الدار ديال العدة من بيت زوجك إلى بيت سيدنا عبد الله بن مكثوم، لأن عبد الله بن مكثوم أعمى، ياك معليش حتى لقيتك سوتك. أما القضية نتاع الدار ديالك يدخلوا لها الرجال بزاف، يبقاو مشكلة دائما الرجال داخلين الدار، كانت بكري معروفة كيدخلوا للناس بها بزاف، يغشونك الناس بزاف في ذيك الدار، فالأولى أن تنتقلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاها أن تنتقل إلى دار فيها الأمان أكثر، لكي تحافظ على حق زوجها بعدما ماتت. إذا مشات عند ولدها الآخر وكان فيها الأمان ما كان حتى مشكل إن شاء الله، ما كان حتى